أخبار اليوم. أنا ما أنساش بحياتي لما بارك لي بحدائق الشيطان، كانت بركة صادقة جدا جدا جدا. فنان رائع وإنسان عظيم رحمة الله عليه، ربنا صبر أهله. أهم أعماله من وجهة نظرك يعني أهم حاجة حضرتك حتى وعجبت بيه؟ دوره العظيم هي فوضى، يستحق عليه أعظم جائزة عالمية ممكن تنعطى للممثل، ده دور لا ينسى. حضرتك شايف إيه أكتر ما يميز محمد صالح يخليه الناس كلها تكون بتحبه وحزينة عليه بالشكل ده؟ الأستاذ خالد صالح جمع الموهبة. يعني خالد صالح يعني وفاة المفاجأة دي يعني رجعتني لحظات وفاة ابني الله يرحمه. فأنا بشعر إن كأن ابني انتقل للمرة الثانية، ومن ساعة ما سمعت الخبر وأنا في كل صلاة أدعو له ربنا يجعله في الجنة ويكفر عنه سيئات ويغفر له ويرحمه ويصبر بارك صغيرته بإذن الله. مش قادر أركز بعد إذنك. بعد إذنك اللي ما سبناش في ميدان التحرير ولا خمس دقائق، هذا دليل على إن الفن البناء الجميل اللي متحمس لوطنه ومتحمس لأبناء وطنه ومتحمس لقضايا وطنه، نحن فقدنا قيمة كبيرة جدا. أنا بالنسبة لي خالد صالح خسارة شخصية ليا شخصيا، وأتمنى إنه ربنا يعني يجعله في مصاف القديسين البررة، لأنه راجل جميل. إيه أهم المواقف اللي ما تقدرش تنساها؟ أهم المواقف اللي أنا ما أقدرش أنساها إن أنا عمري ما كلمت في التليفون وقلت له يا خالد إحنا نازلين أو كده وتعالى معانا، عمره ما تخلف ولا مرة في أي اجتماع في أي حاجة كنا بنعملها كان خالد يستجيب تماما. هو دائما مناضل ومتواجد. خالد فنان لن يتكرر أبدا إطلاقا، ربنا يعني يرحمه. كلمة في ذكر خالد. أنا بقول إنه يعني للأسف السنة دي سنة كده سيئة بالنسبة للمبدعين من الفنانين، كانوا أو كتاب أو رحل كتير السنة دي الحقيقة.
والمشكلة مش في رحيل أي واحد منهم، لكن المشكلة الحقيقية في تعويض الراحلين. الحقيقة ساعات بيكون من المستحيل، وفي معظم الأحيان بيكون من المستحيل نعوض ناس زي خالد صالح. واعتقد ان عزائنا ان اعماله باقيه، كان يعد باداء عظيم جدا وكنا ننتظر منه كتير، لكن احنا بنسلم بقضاء الله، بدعو له ان ربنا يدخله الجنه يجزيه خير على الوطن. ما انساش نشهده وهو في ميدان التحرير بثوره 25 يناير، بيعبر عن فنان حر اصيل جميل الشعب بيشاركه بثورته وفحلاه. وما ننساش كلنا أدواره العظيمة على الشاشة اللي جسد فيها موهبة أصيلة أو متمكنة، روح عظيمة الفنان العربي الله يرحمه. يكن لله نقاش على مستوى الإنساني شخصيا لا أقدر، مستوى الفني أقول ظهر في الفن فكرة وتألق فكرة وتركان أيضا فكرة، ترك مصر هو إنسان وطني كان يحب يساعد في هذه الظروف فيها مصر الوطن، ترك الشعب المصري هو في ظروف صعبة ونتمنى نكون معاهم، ترك الفن كل اللي هو قطعة ثم يبقى غول قدام احمد. فكان في قابلت هشام سليم، قابلنا ناس كتيره للاسف ما حصلش نصيب،
فانا بعد ما شفت الحاجتين دول فوق انا رحت المكتب على طول عند طارق عريان، قلت له على فكره انسى الموضوع، كان بيعملوا كاستنج يعني بيقابلوا ممثلين يعملوا الدور. قلت له خلاص الموضوع انتهى، مفيش الا خالد ما انا مش عارف اسمه كان، قلت له هذا الشخص قال لي ده خالد صالح، وعلى فكره بالصدفه كان عامل كاستنج بس ما كانش اتقبل، ما اعرفش ليه الفرق السن الله اعلم. قلت له اوفر ماي ديد بادي انه مش عامل فيلم يعني على جثتي ضروري يشتغل هذا الفيلم، وفعلا خدناه في الفيلم وعمل العبقريه اللي طلعت منه اللي احنا كلنا انبهرنا. اهم من كونه فنان انه هو انسان، انسان بمعنى الكلمه، خير، عمل اشياء لما كنا بنقصده في شيء كنقابه لبعض الناس او حد مريض ما كانش بيتاخر، ولذلك يعني حزن الناس عليه من خلال انه خير مهذب رقيق محترم مؤدب مثقف في كل الاشياء، انما ما يغلاش طبعا على ربه، هو ما يغلاش على ربه، فربنا يرحم خالد صالح ويدخله فسيح جناته بالبقاء لله. محمد تعالى صدمه طبعا على الجميع يعني، ربنا يصبر يصبر كل دايما الحلوين يسيبونا بدري. تقول لي ايه العيال؟ ربنا يصبرهم، اكيد كل المصريين بيدعوا له، ده اللي هو بيبقى محتاجه الانسان بعد موته الدعاء، ادعوا له يعني ده اللي بيبقى في المقام الاول، وخساره فنيه كبيره لن تعوض. الله يرحمه. بنت خبر موت. شفته على الفيسبوك. على جنب كده عشان الطريق عشان من قلب. الطريق قلب. كلمه من فتره وقال لي تعبان على اساس نشوف بعض، بس الله يرحمه. الله يرحمه. خالد جزء مني يعني، تاريخنا يعني. طب ايه افضل تكليف؟ الثمانينات يعني، هو جزء من جيلي وجزء من حياتي. انا كنت معاه لغايه اخر ايامه. نفتكره كلنا، نفتكره من فنان عظيم وندعيله ان شاء الله ربنا يسكنه فسيح جنات ان شاء الله.